الحدود والتضليل. التضليل هذا التضليل نفس الأمر اللي موجود هنا، التضليل اللي هو لون التعبئة، والحدود المقصود به هو أما كهفة الحدود أما بلا حدود، راح يلغي لي الحدود الخاصة بالجدول. مثل ما تلاحظون أنه هذا جدول، لمن أختار بلا حدود راح يكون جدول موجود ولكن بدون حدود. حتى أرجع أفعل الحدود أحدد العمود الجدول كله، حدد جدول من خلالي، أما نضغط على هذه الزائد راح يتحدد الجدول، ونختار هذا الخيار، ومن ثم نختار كهفة الحدود راح ترجع لي الحدود، والحدود اللي راح ترجع تنضاف على أساس الحدود اللي إحنا صممناها بها المكان. يعني مثلا أنا هنا اختاريت الحدود باللون الأحمر، أحدد الجدول وأروح على الصفحة الرئيسية وأختار كافة الحدود، أرجع أختار كافة الحدود، راح ألاحظ أنه الحدود صارت باللون الأحمر.